كشهر من الفوتبول راهو بتاتر عنده جو سبيسيال اليوم ليله عيد. ربي قدر باش شامبيون ناخذوها ليله عيد اخر نهار في رمضان. محليه الكره فيها الغش فيها الحاجات الباهيه فيها الحاجات الخايبه، ولكن اللي باش يخدم الخدمه هذه ما عليه كان يكون بروفيسيونيل، يلزمه برشا صبر وبرشا عزيمه وبرشا اصرار. اليوم تقريب الجيل هذا يدخل التاريخ، خاطر البطوله 20 ماهيش بطوله 17 و18، ولكن هذا بعد اجيال كبيره اللي كتبت التاريخ تقريب، والجيل هذا اثبت انه يعني بصراحه يستحق البطوله عن جداره، والناس كل معناها ايدت اللي البطوله هذه تستحقها الوداد، خاطر بصراحه ما جاش من فراغ، جا من عمل كبير، بريباراسيون كبيره قاموا بها الاولاد، تقريب موسم استثنائي من ناحيه اللياقه البدنيه. ولكن اللي يقول من الاول يشوفنا يعني كيفاش ديمارينا شامبيونا سورتو وقت اللي مشى علينا الكوتش، ولكن الحمد لله ربي كبير ورحمته واسعه. كي يرجع لك سي فوزي البنزرتي رجع التران شد السكه نتاعو، وانا بيرسونيلمون نهدي له الشامبيونا هذه، خاطر بالحق سي فوزي تعب برشا معنا، تعب برشا 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 معنا، و ما نجمش نقول لك معناها شنو عمل معناها فوزي البنزرتي باش خلى ليكيب معناها تقعد في المشوار هذايا. وكما قلت لك انا بيرسونيلمون عندي ثلاثة حاجات، ملاعبيه في رمضان صايمين ويعطيو معناها في ظرف ثلاثة ايام كانوا في تونس، مشاو لسان داونز، الناس جات، الناس تعبت، قاتلت، بلت المريول، اقل حاجه يعملوها انه يستحقوا الشامبيونه هذه وكتبوا اساميهم. فبرافو انكور فوزي بنزرتي، لعابه والببليك اللي عنده بلاصه كبيره ولات في قلبي. شوف انا ما نحبش نتكلم في الموضوع هذا، انا حكيت امور هذه قانونيه ما نفهمش فيها ما نحكيش فيها، اللي فيه الخير ربي يسهل فيه.